يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين. اول فيديو اعمله ليكم في سنة 2023. في فيديو النهاردة هنتكلم، انتوا فاكرين ان انا هتكلم عن يو ريزوليوشن واحلام جديدة واهداف جديدة ونوت بوك جديدة؟ لا، انا اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. النهاردة الحقيقة انا جاي لكم من السنة اللي فاتت، يعني انا ضميركم من السنة اللي فاتت. لو كده نبص كده في النيو ريزوليوشن بتاعت 2022، هل انت قعدتي مع نفسك على بداية السنة الجديدة وشفتي انت حققت ايه من اهداف السنة اللي فاتت؟ هل انت قادرة ان انت تحققي احلامك او اي هدف بتحطيه قدام عينيكي؟ هل فعلا انت بتسعي له وبتشتغلي وبتبذلي مجهود عشان توصلي له، ولا خلاص زي اي حد كل سنة جديدة نقطع النوت بوك القديمة ونعمل اهداف جديدة؟ يا دي سنة عدت الحمد لله ارتحنا منها. لا يا جماعة، انا من الاشخاص اللي بالنسبه لي السنه الجديده لا تمثل لي اي شيء، ولا تمثل لي اهداف جديده ولا احلام جديده ولا اي حاجه. السنه دي لما جت السنه الجديده انا بالنسبه لي فايبس كريسماس، فايبس اعياد بالنسبه لي كده فرحه. لكن ان انا احط هدف جديد وريزوليوشن جديده واقطع وانسى اللي فات وابتدي من اول وجديد، لا، انا عندي خطه انا ماشي عليها. خطتي ممكن تكون تقعد سنين عشان احققها، اوصل للمين تارجت بتاعي، عشان اوصل للهدف النهائي بتاعي. فانا بالنسبه لي مش السنه الجديده هي سبب او زي الشماعه اللي احط عليها اهداف جديده. انا كل يوم جديد، انا بالنسبه لي عندي اهداف جديده في كل يوم. يعني انا كل يوم عندي هدف، كل اسبوع عندي هدف اكبر، كل شهر عندي هدف اكبر اكبر، عندي كل سنه هدف تاني، كل 3 4 سنين عندي اهداف تانيه. يعني انا بحط خطط زي ما بيقولوا في يعني اهداف تحققيها في مدى صغير، اهداف بتتحقق في مدى اطول وهكذا. فانا بالنسبه لي انا مش بستنى السنه الجديده. وانت لازم تقعدي مع نفسك وتفكري، هل انت فعلا بتقدري تحققي احلامك، ولا كل سنه عن سنه بتعدي والعمر بيجري ومفيش اي حاجه بتتحقق؟ لازم نقعد ونبقى صراحه مع بعضنا جدا في الموضوع ده. طيب خلينا نبقى صراحه مع بعض كده، خلينا نبص على النوت بوك بتاعتنا القديمه، تمام؟ افتحيها كده وبصي فيها، انت حققتي فيها لو هما كانوا 5 اهداف 7 اهداف 8 اهداف، انت حققتي كم هدف منهم؟ حققتي 1 2، حققتي 3، حققتي 5؟ لازم تبقي تعملي الاستيميشن دي، لازم تقعدي تقارني، لازم تشوفي نفسك البروجريس بتاعك بيكبر، بتطلعي فوق، انت مش ثابته. انا بشوف الناس ثابته، الناس ما بتتغيرش، الناس بس هي سنه جديده انا خلاص انا هبتدي من اول السنه هعمل دايت، انا من السنه الجديده هشتغل اكتر واكسب فلوس اكتر، انا من السنه الجديده هحقق احلامي. اعرفي ان انت لو بتحطي هدف مستنيه يوم معين، اعرفي ان سوري انت مش هتقدري تحققي اي حاجه في حياتك. انت لو عايزه هدف تحققيه، تحققيه من اول دقيقه خطرت في بالك ان انت تحققي الهدف ده. يعني انا مثلا لو انا عايزه اخس واعمل دايت من اللحظه، ما اقولش بكره، ما اقولش الاسبوع الجاي، ما استناش الشهر الجديد، ما استناش صاحبتي لما ترجع من الحجاز عشان نبتدي دايت مع بعض، ما استناش اول الشهر عشان اشترك في الجيم، ما استناش فلان الفلاني عشان نبتدي مع بعض، ابتدي من دلوقتي. حطي لنفسك خطه، جيبي ورقه وقلم، ودايما دايما 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 بنصح بالفيجن بورد، ودايما دايما دايما بنصح يعني بنصح ان يكون عندك نوت بوك تكتبي فيها احلامك وتكتبي فيها اهدافك. كل يوم الصبح اول ما تصحي اكتبي الحاجات اللي انت المفروض تحققيها في يومك. انا بالنسبه لي السنه الجديده ما عنديش اي اهداف السنه دي، لان انا ماشيه على خطه من سنتين ومكمله عليها. السنه مقارنتي السنه دي بالسنه اللي فاتت، انا بعلى، بكبر، بسافر اكتر، بحقق فلوس اكتر، بشتغل على نفسي اكتر، بخس، بلعب رياضه، حققت هدف كان هدف ان انا اكون يوجا تيتشر، بقيت يوجا تيتشر، وكمان بقيت اريال يوجا تيتشر من يوجا اليانس، ودي منظمه يعني حاجه محترمه جدا ان انت تبقي خريجه من عندهم لليوجا. بقيت بقارن نفسي انا السترينث بتاعتي زمان ودلوقتي، بقيت قوتي اعلى، بقيت الليونه بتاعتي اعلى، وزني اقل، بقيت بعرف اكل صحي، بقيت مستوايا في الطبخ احلى، بقيت بعرف اعمل اكل هيلثي طعمه جميل، ما بحرقش الاكل وهكذا. فانت لازم تقارني نفسك مش بالسنه الجديده، كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل شهرين، 3 4 5 6، تستنيش سنه.
السنة مش هي اللي هتحقق لك أحلامك، مش بابا نويل اللي هيجي يحط لك الأهداف بتاعتك وخلاص وتتحقق. لازم أنت تبتدي من نفسك في أول لحظة تفكري في الهدف. أنا بالنسبة لي ما كانش عندي أهداف جديدة حققها، لأن أنا عندي أهدافي ثابتة بس عايزة أكبر فيها أكبر وأكبر، وطبيعي أن هي تاخد مني وقت سنة واثنين وثلاثة واربعة، وده عادي جدا. انا بس الحاجات اللي انا كتبتها ان انا محتاجه يكون عندي حياه طبيعيه هاديه بسيطه. يعني ايه حياه طبيعيه هاديه بسيطه؟ انا بسافر كتير، تمام، انا بسافر النظام اللي هو السفر البطيء، اللي هو بروح كل بلد بقعد فيها شهرين ثلاثه اربعه لغايه ما انتصر كالتشر، بعرف كل حاجه عن البلد واسيبها واتنقل للبلد اللي بعدها. طيب ده طبعا ما جاتش كده من السهل، يعني الموضوع ده بياخد تحضير كتير جدا، وانا مش قاعده مثلا على بركه فلوس وقاعده بصرف من الفلوس، انا بشتغل وبصرف وبسافر. يعني عشان بس الناس بتفتكر ان انا معايا فلوس في البنك ويا غنيه وبتسافر على حساب الفلوس اللي معاك، لا انا بشتغل لغايه دلوقتي، بشتغل وبشتغل كذا شغلانه وبشتغل على نفسي كتير جدا عشان احقق ذاتي. السفر كان هدف ليا ان انا اقدر اسافر واتفسح واشوف الدنيا، لان انا مقتنعه ان انا مش شجره، مش مفروض استقر في بلد. انا شايفه ان الكره الارضيه دي كلها ملكي بتاعتي، فانا من حقي ان انا اسافر واتفرج واشوف كالتشر جديد، اتعرف على ناس جديده، يعني اتعلم حاجات كتيره في الحياه. فكان اول هدف ليا بالنسبه لي ان انا اعمل ديكلاترنج اكتر في اللايف ستايل بتاعتي. يعني اللايف ستايل بتاعي لازم ابقى مينيماليزم اكتر من كده. بقيت يعني، وانا مصاحب برضو بالموضوع ده، حتى لو انت مش بتسافري هتلاقي من الموضوع ده هيفرق في نفسيتك كتير جدا، ان انت يكون عندك حياه بسيطه. افتحي دولابك، نظفي او شيلي كل الهدوم اللي انت مش عايزاها، بلاش يكون عندك 15 شنطه، شنطتين ثلاثة أربعة، اتنين شوز، ثلاثة شوز، بنطلونين. الحياة البسيطة دي بتفرق جدا في النفسية، وفي المقابل هتحوشي فلوس كتير جدا. لأن أنا لما اتبعت حياة المينيماليزم من أول 2016 لما بدأت أستقل بنفسي، حوشت فلوس كتير جدا. كنت بتفرج على واحدة اسمها بيا جونسون، وهي اللي بدأت لايف ستايل المينيماليزم. لما تبعتها هي قالت بنفسها لما تبعت اللايف ستايل الحياه البسيطه الاقتصاديه حوشت فلوس كتير، والفلوس دي بدات تسافر بيها، واولادها بقوا فرحانين باللايف ستايل بتاعها لانه بيقدروا يسافروا ويلفوا العالم ويعملوا اكتيفيتي اكتر. فانت مثلا تخيلي انت البيت بتاعك مليان ديكوريشن، مليان فرنيتشر، الدولاب بتاعك مليان هدوم، المطبخ بتاعك مليان يوتنسل، عندك كذا حل طبخ، كذا معلقه، صفي 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 صفي، ارمي ده كله، تبرعي بيه او بيعي الحاجات دي، خلي عندك حاجة من كل حاجة، والحاجة تستخدميها بكذا، تبقى مالتي تاسكينج، متعددة الاستخدامات. الموضوع ده هيوفر لك فلوس ويحقق لك سلام داخلي، ويحسسك ان الحياة بس مش قعدتك في البيت، لا انت عندك اهداف تانية تطلعي وتسافري. طيب لو انت بنوتة ولسه عايشة في بيت اهلك وعندك بس اوضة نومك، ابدأي بدولابك، ابدأي بسريرك، ابدأي بالديكور بتاع اوضتك. يعني مثلا في ناس في اليابان بيناموا على الارض، بيجيبوا اليوجا مات ويفرشوها ويناموا عليها، بيقولوا ان دي صحية اكتر، شغل حياة مينيماليزم اكتر. فانا مش عارفة، انا من الاشخاص برضو اللي بتمنى لما يكون عندي بيت مستقرية في بيت، يكون بس عندي الماتريس اللي هي المرتبة اللي بنام عليه. انا مش فاهمة فكرة السرير دي ايه. يعني السرير بحس ان هو بياخد حيز، انا بحب اللي هو المرتبة اللي بتطلع وبتنزل، عشان ايه؟ يعني لو انا مش نايمة اقدر استخدم السبيس بتاع السرير ده. يعني انا بحب النظام اللي هو الاستوديو الوان روم، بحس بالترتيب، بحس بالنظافة، بحس بالبساطة. مش لازم يكون عندك ديكوريشن كتير على مكتبك. تخيلي لو انا عندي الديكوريشن دي حاجات كلها انا بستخدمها، ودي ازازة المية بتاعتي، ودي صديقتي دي بتسافر معايا، ودي شمعة، وده النوت بوك بتاعتي، تمام. فتخيلي لو في ديكوريشن هنا كتير، هيطلب مني مجهود قد ايه عشان انظف وابذل طاقه كبيره جدا في التنظيف. فانا كده وفرت فلوس ووفرت وقتي وحسيت بالحياه البسيطه، ايه السلام الداخلي جوايا. تاني حاجه في السنه الجديده حاولت اعملها، يعني احنا طبيعي، احنا طبعا اتعلمنا ان احنا نعيش في المودرن لايف ستايل، طول النهار لابسين الشوز، طول النهار مستخبيين في اللبس.
انا دلوقتي بحب يعني وانا ماشيه في طبيعه احضن الشجره، امشي حافيه، امشي على الرمل، احس ملمس الرمل في رجلي، اروح البحر اخلي البحر يلمس رجلي. دايما احنا ايزوليتد عن الايرث، معزولين عن الارض، الحياه الطبيعيه. عندنا في البيت مليان سيراميك، ما بنحسش بملمس الطين، ما بنحسش بملمس الجراس الاعشاب. من فتره للتانيه كده روحي الارض الزراعيه، روحي الريف المصري، اتمشي. صدقيني الموضوع ده بيسحب كل الطاقة السلبية اللي جواكي. لما بتروحي البحر بتحسي ان انتي مرتاحة نفسيا، لما تروحي تتمشي على الرمل كده والرمل يلمس رجليكي بتحسي كده باحساس راحة نفسية. لما بتروحي تتمشي في الريف المصري او وسط الخضار والزرع تحسي براحة وطاقة كده ايجابية جواكي. لازم تعملي الموضوع ده من فترة لفترة، لان روحك يعني بتمتزج او بتحس ترجع تاني، بتعمل اتحاد او يعني بتحس بالارض. احنا جينا من الارض واتعزلنا عنها، تمام؟ كل فتره تانية نايمه على الارض كده حسي بطاقه الارض. حاجه برضو اتعلمتها ان ما بمليش الثلاجه بتاعتي، انا بجيب اكل يوم او يومين بس. الانسان في القديم كان قبل ما بيروح ياكل، كان لما كان بيجوع كان بيروح يصطاد. انا برضو بعمل نفس النظام، انا جعانه بروح السوق اجيب المكونات ابتدي اطبخ، واطبخ اكل صحي لذيذ لنفسي. مش ما اشيلوا من دماغكم فكره ان الاكل الصحي طعمه ممل، تمام؟ انا دلوقتي خلايا التذوق عندي دلوقتي والله العظيم، يعني اي مطعم بروحه بحس ان انا عايز اكلي، انا بحب اكلي، انا مبسوطه باكلي. وعودت ادي على الموضوع ده، لما بروح المطعم والاقي الاكل مزيت ومدهن وبنبقى دافعين فلوس، يعني انا مش بقول ان هو طعمه وحش، بس خلاص انا من كتر ما اعتدت ان انا اكل اكل صحي بقى بالنسبه لي اكل بره تقيل دسم يعني، ودايما يعني بمون يعني دايما بعترض الاكل مش عاجبني، او فادي زهق اطبخي لنفسك في البيت. حتى لما بنروح مثلا ناجر اماكن انا ما بقعدش في اوتيلات، انا بقعد في استوديو، لازم يكون في مطبخ. اي انا قاعده هنا في شقه فيها مطبخ وفيها سرير والحمام، بس استوديو صغير جدا، بطبخ لنفسي، بعمل كل حاجه لنفسي. فانت لما تجوعي روحي اشتري المكونات بتاعه الاكل هتتحرقي اكتر، اطبخي الاكل هتحرقي اكتر، هتستني الاكل على ما يتطبخ او يتحضر هتكوني صمتي عدد ساعات اطول، فتكوني كده اتبعتي الصيام المتقطع. فاتبعي نظام الانسان القديم، لما كان بيحب ياكل او يجوع كان يروح يصطاد. دايما خلي فكره الهايبر ماركت دي مره مرتين في السنه، سوري في الشهر. كنت قريت مره في كتاب ان فكره الهايبر ماركت اساسا يعني بتشجع الناس، هي اصلا الفكره اتعملت عشان تشجع الناس على الاستهلاك اكتر. ففكره الهايبر ماركت بتخلي الناس تستهلك اكتر. دايما خلي كده في بالي، هو ليه دايما الهايبر ماركت ليه انترنس وليه اكزيت؟ فبيخليك تخشي من اول حاجه في الماركت لغايه ما تلفي كل، حتى لو انت مش محتاجه، انت بس رايحه تجيبي كيس رز مثلا، اوكي، او شوكولاته، لازم تلفي على الماركت كله عشان توصلي للكاشير بره. ليه؟ عشان يشجع عينك بتقول طب ما اجيب الشوكولاته دي والشوكولاته دي والشيبسي والبيبسي وي 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 وي، وتروحي الكيس قد كده وهو مليانه، وانت في الاصل كنت رايحه تجيبي عشان تجيبي حاجه واحده بس. ففكره الهايبر ماركت والسيل، السيل دي خدعه كبيره جدا يا جماعه، يعني ما تشتروش حاجة في السيل لو انتوا مش محتاجينها. يعني لو حاجة لقيتوا عليها سيل مش هشتريها عشان عليها سيل، انا بشتريها عشان انا محتاجاها. انا مثلا ما بحب اشتري حاجة بلقط الحاجات اللي انا عايزاها في السيل، بس انا فعلا محتاجاها، مش انا شارياها عشان هي في السيل. فدايما خلي فكرة الهايبر ماركت دي مرة مرتين بالكتير في الشهر. دايما ادعموا اللوكال ماركت، الناس اللي هي في السوق البسيطة اللي مش لاقية تاكل. دايما هتلاقوا الناس البسيطة اللي في السوق دي بتقعدوا تفصلوا معاها او بتوجع لهم قلبهم في شويه فلوس، مع ان انت لو رحتي كارفور او الهايبر ماركت وقعدتي مفيش فصال، انت بتشتري المكتوب، يعني ما عندكيش قدره اصلا ان انت تقولي له ممكن تنزلي لا خلاص. فدايما ادعمي الناس البسيطه، اعرفي ان انت لما بتساعدي هتتساعدي بشكل اخر، يعني الطاقه الكونيه هترجع لك بشكل بوستيف عليكي هتساعدك. انا مش عارفه انتوا بتفهموا، يعني انا مش بعرف اشرح في حته يعني المانيفستيشن والروحانيات دي، بس انا يعني انا بحسها جدا لما بتعملي حاجه حلوه
بترجع لك تاني وبشكل تاني. تمام؟ فلازم تساعده في اي حاجة. لو انت ماشية لقيتي كيسة على الارض شيليها، يعني انت يعني الارض بتديكي، الارث الماما ارث او الكرة الارضية بتدينا، فانت لازم تديها. لو انت طول ما انت ماشية اعملي ادي ادي خير، ساعدي الناس الفقيرة، روحي اعملي سبورت. يعني دايما خلي عندك فكري بتفكيرين. طيب انا هروح اشتري حاجات من السوق ماركت، من اللوكال ماركت اللي هو السوق المحلي، عشان اساعد الناس اللي هناك، بيبقوا ناس بسيطه جدا، كمان هجيب اكل فريش وهتبهدل شويه عشان ابذل شويه طاقه. وانا ماشيه لقيت حاجه واقعه على الارض، لقيت مزايه اشيلها، لقيت كيسه اجمعها، وايه وهكذا. هتلاقي ان ده كله بيرجع لك بشكل اخر. دايما لما بتروحي السوبر ماركت الهايبر ماركت هيقولك ممنوع دخول اي حاجه، ويفتشوا شنطتك ويحطوا شنطتك على جنب. انما في السوق المحلي او اللي هو البسيط ده، تقدري تاخدي الاكياس بتاعتك القماش، تمام، تقدري تشتري كل حاجه بالحبه وتساعدي الناس، يعني دي حاجه حلوه. فدايما خليكي ابعدي عن الاكياس والمعلبات. هتلاقي دايما السوق المحلي او اللوكال ماركت بيشجعك ان انت تروحي، هتلاقي مليان خضار، مليان فاكهه فريش وارخص بكتير جدا جدا من السوبر ماركت، فهتحوشي فلوس اكتر. غير ان انت بتساعدي الناس هتحوشي فلوسك. ابعدي دايما عن المعلبات. طول ما انت في اللوكال ماركت هتلاقي بتشتري خضار فاكهه حاجات كده طبيعيه. في السوبر ماركت هتلاقي دايما معلبات، اكياس 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 اكياس. فابعدي دايما، خدي الشنطه القماش بتاعتك، روحي السوبر اللوكال ماركت، اعملي الشوبينج بتاعك. دايما خلي في بالك انت لو نفسك في حاجه اتعلمي تعمليها، يعني لو نفسك في البينات باتر اتعلميها، لو نفسك في المربى اتعلميها، لو نفسك في البيستو صوص او مكرونه بالوايت صوص والتشيكن والمشروم اعمليها في البيت. دايما اتعلمي ان انت اللي تعملي الحاجه لنفسك، ما تستنيش ان انت تروحي المطعم او تروحي لحد ان هو يعملها لك، اعمليها لنفسك، اعملي كل حاجه فروم سكراتش، ودي هتفرق كتير جدا. هتحسي ان انت انسانه معتمده على نفسك، انسانه قويه، انسانه بتعرفي تعملي كل حاجه، انت مش مستنيه حتى حد يطبخ لك. دايما لما تاكلي اعملي فليرتنج مع الطبق بتاعك. يعني ايه؟ اعجبي بالطبق بتاعك، يعني حد خلاص رحنا السوق جبنا الاكل بتاعنا حضرناه طبخناه حطيناه في الطبق، اعملي شويه ديكوريشن كده في الطبق كانه احلى ريستوران انت روحتي بيقعد يعملوا لك ديكوريشن. اعملي ديكوريشن للطبق بتاعك، اقعدي امسكي الطبق كده خديه في حضنك بالشوكه، ودايما بحب اكل بالشوكه عشان ما بتخلينيش اكل بسرعه، ودي هتساعدك في فقدان الوزن. الشوكه اقعدي كده بالشوكه والسكينه، اقعدي اقطعي الاكل بتاعك وكلي وحسي بكل حاجه في بقك، بدل ما تقعدي عمليه المضغ بتاعتنا ممكن تقعد مثلا 20 ثانيه، اقعدي امضغي في الاكل في بقك 10 ثواني. احنا هتلاقينا بالعاده ان احنا بنمضغ ما بنمضغش اصلا، احنا بنزلط على طول بنتنا على طول، وده حاجه بتخلينا نستهلك كميه كبيره من الاكل، وعشان كده طبعا بيبقى عندنا نسبه دهون كتيره في جسمنا. لا، فدايما اقعدي كده وانت بتاكلي ركزي مع الاكل، حسي بالاكل، تذوقي كل حاجه. المعلقه وهي وانت بتقطعي حتى ده يعتبر مديتيشن. انا بالنسبه لي عمليه الطبخ وتقطيع الفاكهه والخضار في المطبخ انا بالنسبه لي كانه تامل، مديتيشن، استرخاء. ولما بشوف كده الفلفل الوان وانا بقطعه، والجزر وانا ببشره، والبصل وانا بعمل له بقشره، والثوم وانا بفرمه، الحاجات دي كلها يعني بتشغلي اللي هي الفايف سينسز، اللي هي الاحاسيس بتاعت اللي هي الشم والتذوق والكلام ده كله. فلازم نبدا نرجع نعمل كونكشن مع الحواس الخمسه بتاعتنا بشكل بطيء. يعني وانت بتاكلي امضغي بالراحه، وانت بتقطعي حته صدر الفرخه اقطعي بالراحه، وانت بتاكلي الفلفل اميلي لونه كده وجماله قد ايه، الخضار والفاكهه دي شكلها حلو والوانها جميله جدا. فلازم كل حاجه تعمليها بالراحه، تعملي ريكونكتنج مع الحواس الخمسه بتاعتك. لازم كل كده حاجه تبقي ماشيه بالراحه، تحسي بملمس الارض، تحسي باكل بطعم الاكل. احنا دايما بناكل قدام التلفزيون والتليفون في ايدينا، فبنتفرج على التلفزيون والتليفون في ايدينا وبنكتب وبنعمل شاب وبناكل في نفس الوقت، فتلاقي ان انت اكلت وقت يعني
ضيعتي طعم الاكل، انت ما بتحسيش بطعم الاكل، انت بتبلعي وخلاص عشان تسدي الجوع، تمام؟ فانا بالنسبه لي يا جماعه عمليه الطبخ عمليه تامل، لما بقطع الخضار اتفرج على الالوان، لما ارمي الثوم في الطاسه ويعمل سيزلين كده بحس كده بمتعه، احساس كده جميل. يعني انا حاسه ان دي حاجه احنا فقدناها، يعني احنا بقينا على ماكدونالدز وكنتاكي والفاست فود والبيتزا وي وي وي، ونسينا ان احنا نعمل الاكل اللي احنا بندخله جسمنا ده حاجه يعني مهمه جدا. فانت بتعملي كونكشن معاه من ساعه ما انت رحتي اشتريتيه من السوق وقطعتيه وحضرتيه وطبختيه عشان يقعد عليكي بصحه. الحاجات دي برضو سبيريتشوال، يعني مش كل الناس بتصدقها، بس انا بجد بصدقها وبحس بيها، هتفرق معاكي جدا، لان الاكل ده بيبقى جزء من جسمنا في الاخر، فلازم تعملي معاه كونكشن من الاول. ممكن الناس تشوف الكلام ده عبيط واهبل، ايه الهبل اللي انا بتكلمه ده، بس انا بالنسبه لي فرق جدا 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 في حالتي النفسيه، بقيت اهدى بكتير، بقيت بستمتع بحاجات كتير جدا احنا فقدناها مع الفاست لايف ستايل. دايما بيحب يهتم بحد، يعني تلاقوا ناس دايما بتحب تروح تجيب قطه تجيب كلب عشان احساس الافكشن اللي هو الاحساس الايموشن، لان احنا عندنا في العصر الحديث الايموشن شويه ضاعت مننا، كل والاحاسيس ضاعت، فدايما بتلاقوا الناس بتحب يكون عندها حيوان عشان تدي حب ليه، عشان الحيوان بيدي حب بدون اي مقابل. انا بالنسبه لي انا البيت بتاعي هما دول ثلاثة بامبو بيسافروا معايا، لان انا مش عارفة التزم بكلب ولا بقطة ولا، بس دول بيسافروا معايا في كل حتة، دول اخدتهم هنا من بالي، بس احنا اتنقلنا في كذا جزيرة، دول بعتبرهم زي اولادي، بقعد اكلمهم وادلعهم ومنظرهم كده بيفرحني، وجودهم كده بحس ان هو بيديني طاقة ايجابية. هما كانوا اصغر من كده ما كانوش مفرعين، بس بدأوا، فده بامبو. فيعني خلي دايما عندك حاجة انت بتديها حب واهتمام، سواء بزنس سواء شخص سواء حيوان اليف، ان شاء الله نوت بوك يعني حاجه جماد، ان شاء الله ووتر بوتل انت بتحبيها، فلازم تخلي عندك او حواليك الحاجات اللي انت بتحبيها محاطه بيها دايما. اهميه الجورنالينج يا جماعه، الجورنالينج حاجه مهمه جدا، ان انت كل يوم تصحي الصبح تقعدي تكتبي احاسيسك او حتى قبل ما تنامي، مهم جدا، ده بالنسبه لي فرق كتير جدا في حالتي النفسيه. اي طاقه جوايا او اي لخبطه او اي تشويش بكتب على طول، وبقيت بحس ان هو ده الطبيب النفسي بتاعي، اللي هو طب انا متضايقه ليه، انا حاسه ليه، لان دي حاجه طبيعيه، دي السايكل بتاع جسمي في الفتره دي، انا ببقى متوتره وانكشوس بالشكل ده، ولا انا في حاجه مضايقاني. فلما بكتب بقيت بعرف اجيب الحل، فبقيت اتفادى الطاقه السلبيه اللي جوايا او الزعل او الانجر او الانكزايتي اللي جوايا. الجورنالينج مهم جدا، دايما يكون عندك نوت بوك تكتبي فيها كل حاجه بتحس بيها، ايه الحاجات اللي مضايقاك وده اللي يضايقك، طب ازاي تتفادي الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا. وبلس ان انت تكتبي التو دو ليست بتاعت كل يوم، مفروض يكون عندك ورقه كده تكتبي مهمات اليوم وترتبيها على حسب الاولويه، واحنا في سنه جديده لازم يكون عندنا اهداف زي ما احنا عارفين، فتكتبي وكل هدف او كل تاسك بتحققيه تعملي عليه مارك، وده هتحسي بالانجاز والاتشيفمنت لما بتعملي كده. حابه برضو انصحكم بالمشي، يعني لو انت يا ستي مش عايزه تمشي تمام، لو انت مش عارفه تلتزمي بالدايت امشي 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 امشي، هقعد اقول امشي بعد كل وجبه على قد ما تقدري، ده بيأثر يعني بيقلل مستوى السكر في الدم، هرمون الانسولين في الدم، بيساعدك ان انت يعني بيظبط مستويات السكر في الدم ويساعدك ان انت تفقدي شويه وزن. حاولي تمشي على قد ما تقدري، حاولي دايما في الساعه بتاعتك يكون عندك هدف ان انت تعملي كل يوم لا يقل عن 10,000 خطوه، ودي يعني في حد ذاتها، روحي الشغل مشي، اطلعي السلالم البيت، انزلي سلالم البيت، روحي اعملي شوبينج، اتمشي لغايه السوق، ارجعي تاني، ما انت كل يوم لما هتروحي تجيبي الانجريدينت بتاعت الطبخ بتاعتك ما فيش في الثلاجه،
فهتتوهي. فده كله عوامل يعني. حاول نحاول كده نرجع للحياة البدائية. فدي كانت ريزوليوشن بتاعتي لسنة 2023. اوكي، دي الحاجات اللي حسيتها من 2022 ل 2023، دي اللي فرقت معايا او ان انا حققتها في السنه اللي فاتت. من السنه اللي فاتت في حاجات اتحققت يعني انا ماشيه عليها اوريدي من السنين اللي قبل كده، بس في حاجات انا بدات احس بيها او اركز عليها اكتر ما بين يعني من السنه انتقال من سنه 2022 ل 2023. 2023 اتمنى ان هي تكون سنه جميله عليكم، سنه سعيده، تحققوا اهدافكم. بس ما تنسوش تبصوا على النوت بوك بتاعت السنه اللي فاتت وتشوفوا ايه اللي انتم ما حققتوش، وتحطوا النيه تاني والعزم ان انتم تحققوها. وما تنسوش اهميه المانيفستيشن، ان انت يكون عندك كده من جواكي ان انت عايزه تحققي حاجه، والفيجواليزيشن ان انت تعملي لها رؤيه. يعني انا لو نفسي ابقى كذا لازم اتخيل، استخدم قوه العقل دي رهيبه. لازم لما يكون عندك هدف يكون عندك ثقه ان انت هتحققي الهدف بتاعك ده، بلس ان انت تبذلي مجهود وتبقى عندك خطه ماشي عليها عشان تحققي الهدف ده، وتعملي رؤيه الهدف ده في عقلك كل يوم قبل ما تنامي، تقعدي تفكري في الهدف ده، لان العقل يعني هو اللي بيمشي الجسم. فانت لما بتتخيلي حاجه قوه التخيل تاثير قوي جدا في تحقيق الهدف بتاعك. فانت لما بتتخيلي حاجه العقل بيقول انا عايز الحاجه دي، فبيدي اوردر لجسمك يمشي كده. عارفه لما بتبقي قاعده على الحصان وتديله اوردر ويطلع يجري، هو بالظبط مخك ده اللي عامل، انت زي الفارس قاعد على الحصان وجسمك هو الحصان، تمام؟ عايز يروح لاخر الارينا بيديله الاوردر ويمشي. فلازم تعملي فيجواليزيشن وتشتغلي على الموضوع ده كتير جدا، وما تقوليش الموضوع ده مش مهم، لا مهم، وما تقوليش ده كلام عبيط، لا. انا بالنسبه لي المانيفستيشن والفيجواليزيشن اثروا جدا في حياتي وساعدوني جدا ان انا احقق احلامي. هبقى اكلمكم على الموضوع ده باستفسار في الحلقات الجديده. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه لو الفيديو عجبكم، وشيروه لاصحابكم، وتابعوني على الانستجرام. ولو حابين تتكلموا معايا يعني كول 1 تو 1، ابعتوا لي اللينك بتاعي على الانستجرام، ممكن نعمل فيديو كول مع بعض عشان نعمل انسبيريشن لبعض. ولو حابين تتابعوا يومياتي انا وزوجي ادي، تابعوني على الانستجرام، بنزل دايما يومياتي معاه، لان ادي بتعبني يا جماعه، ما بيرضاش يتبع اكل نظام صحي، بس بحاول على قد ما اقدر احطه على التراك. وبصراحه الالتزام بالاكل الصحي مع زوج ما بيحبش الاكل الصحي صعب، بس انا قدها وبجيبه على طريقي. فدايما يكون عندك هدف، مفيش اي حاجه في الحياه تجيبك شمال يمين، انت عندك خطه ماشي عليها هتحققيها، كل اللي حواليكي بلوك، امشي على طريقك وهتحققيها. اشوفكم في حلقه جديده، باي باي.